تحية حارة لأعزائي التلاميذ. اليوم الحصة الثانية في إطار تناول القواعد الأساسية للحساب. طبيعة الحال كما كتعرفوا قواعد الحساب هي أساس مادة الجبر. إذا البارح كنا تطرقنا للقواعد كيفاش نحسبوا مجموع عددين، فرق عددين نسبيين، أو كذلك مجموع وجداء عددين كسريين أو جذريين. اليوم غادي نتطرقوا للجداء، جداء عددين، جداء عدة أعداد، توزيعية الضرب على الجمع، ثم إشارة جداء مكون من عدة عوامل. كيفاش يمكننا نعرفوا الإشارة ديال واحد الجداء يتكون من عدة عوامل؟ عوامل طبعا فيها العوامل الموجبة والسالبة، ثم خارج عدة أعداد. إذا ثم غادي نطرقوا للقواعد ديال قواعد الإشارة، كيفاش يمكننا نوظفوها في حساب واحد المجموع يتكون من عدة حدود. نعم، يلا على بركة الله. إذا نبداو. العملية الأولى ناقص 3 في 5. إذا هنا جدا عددين مختلفين الإشارة. إذا هنا طبعا غادي يكون إشارة ناقص، ثم قيمة الجداء أو القيمة المطلقة اللي كنسميوها أحيانا المسافة، جداء المسافتين، جداء المسافتين. مسافة العدد 5 على الصفر هي 5، مسافة ناقص 3 على الصفر هي 3، 3 في 5 يساوي 15. نفس الشيء هنا، 5 في ناقص 3، جداء عددين مختلفي الإشارة، إشارة ناقص، ثم القيمة أو المسافة هي جداء المسافتين، العدد مسافتي العدد العددين عن الصفر، مسافة 5 عن الصفر هي 5، مسافة ناقص 3 عن الصفر هي 3، وبالتالي 5 في 3 يساوي 15. إذا كتلاحظوا هنا نفس النتيجة. إذا هنا نفس العوامل، فقط قمنا بإبدال مكانهما. إذا هنا بما أن هنا الضرب، كنقولوا بأن عملية الضرب هي عملية تبادلية، يعني تغيير أماكن العاملين دون تغيير القيمة ديالهم ما يأثرش على قيمة الجودة. إذا هنا جودة عددي إشارة، إشارة ناقص، إذا ناقص في ناقص كيعطيني زائد، ثم جودة يعني المسافة هنا أو القيمة المطلقة هي جودة القيمتين المطلقتين، أو نقولوا جودة المسافتين العدد العددين يعني الصفر. مسافة ناقص 7 عن الصفر هي 7، مسافة ناقص 8 عن 2.2 عن الصفر هي 8.2. إذا 7 في 2 14، إذا نحاول نحسبوا ذهنيا، 7 في 8 56، والواحد ديال الاحتفاظ هي 57، ثم ما ننساوش الفاصلة. إذا هنا تعمدت نعطي أعداد بسيطة جدا باش نتعودوا كيفاش نحسبوا، باش ما نلقاوش مشكل في عملية الحساب، وبالتالي غادي نتمكنوا من القواعد. إذا هنا 11 في 3، إذا هادو كذلك مجموع عددين موجبين، إذا غادي تكون زائد، ثم جودة المسافتين 3 في 11 هي 33. إذا هنا 1 في ناقص إكس، فوالا غادي يعطيني ناقص 1 في إكس. إذا القيمة قيمة أو المسافة ناقص العدد ناقص إكس على الصفر هي إكس، إذا غادي يعطيني ناقص إكس. نفس الشيء هنا، ناقص 1 في إكس يساوي ناقص، مسافة ناقص 1 هي 1، مسافة إكس عن الصفر هي إكس، إذا يساوي ناقص إكس. إذا هنا ناقص إكس في إيكغيك، إذا هنا سبقنا حددنا عدديا، عطينا الأمثلة ديال عددين مختلف الإشارة، عددين لهما نفس الإشارة. إذا هنا ناقص إكس في إيكغيك، ممكن نكتبوا ناقص إكس، نكتبوها طبقا لهذا الشيء اللي درنا هنا، نكتبوه ناقص 1 في إكس في إيكغيك. دونك هنا يعطيني ناقص 1 في، هنا يعطيني إكس إيكغيك، إذا ناقص 1 في إكس إيكغيك يعطيني ناقص إكس إيكغيك. دونك ناقص إكس في إيكغيك يساوي ناقص إكس إيكغيك.
نفس الشيء هنا ممكن نكتبوا ناقص واحد في اكس في وناقص يغريك نكتبوها كذلك ناقص واحد في يغريك ثم عندنا ضرب تجميعي غادي نجمعوا ناقص واحد مع ناقص واحد ثم اكس مع يغريك إذا ناقص واحد في ناقص واحد غادي يعطيني واحد في إكس يغريك يساوي إكس يغريك إذا ناقص إكس في ناقص يغريك يساوي إكس يغريك ثم العملية الموالية ناقص خمسة في المجموع إكس زائد يغريك إذا هنا شنو غادي ندير؟ غادي نقوم بتوزيع ناقص خمسة على حدي المجموع إذا ناقص خمسة في إكس غادي يعطيني ناقص خمسة إكس زائد ناقص خمسة في زائد ناقص خمسة إكس إذا وزعت ناقص خمسة على حدي المجموع بمعنى عن طريق عملية الضرب إذا بمعنى نقول بأن الضرب عملية الضرب هي عملية توزيعية على عملية الجمع عكس عملية الضرب لأن هنا مثلا عندنا جداء بحال اللي درنا هنا هنا طبقنا تجميعية إذا نقول الضرب تجميعي ولكن ما نقولوش الضرب توزيعي على نفسه عملية الضرب توزيعية على نفسها دونك هنا الأمر يختلف عنه إذا هنا عملية الضرب توزيعية على عملية الجمع وبالتالي نحسبوا إذا نكتبوها بشكل مختصر ناقص 5 إيكراك 5 إكس زائد في ناقص 5 إيكراك إذا بالتعميم ك في أ زائد بي إذا جودة عدد في مجموعة أو فرق إذا غادي نوزع ك على أ غادي يعطيني ك أ زائد ك في بي غادي نمشي لهنا هنا فين غادي نبرص تجميعية الضرب أن الضرب تجميعي إذا هنا كتلاحظوا نفس العوامل ناقص 7 ناقص 8 في 0.1 ناقص 7 ناقص 8 في 0.1 ناقص 7 ناقص 8 في 0.1 إذا هنا كتشوفوا عطينا أعداد بسيطة باش يمكننا نحسبوها بسرعة وبدون اللجوء إلى الآلة الحاسبة إذا غادي نحسب كما قلت لكم دابا غادي نحسب بثلاثة ديال الطرق مختلفين وغادي نشوف النتيجة شنو هي إذا ناقص 7 في ناقص 8 إذا جودا عددين سالبين قلنا عدد موجب ثم جودا المسافتين 7 في 8 56 في 0.1 إذا هنا غادي يعطيني 56 وعندي هنا فاصلة دونك غادي يعطيني 5.6 دابا جمعت هادو العاملين الأولين اللي كاين في المرتبة الأولى دابا غادي نجمع الأخيرين هذه مع هذه إذا غادي نحتفظ بناقص 7 في ونجمع هذين العاملين ناقص 8 في 0.1 إذا هنا جودة عددين مختلف الإشارة إذا غادي يكون ناقص ثم جداء المسافتين 8 في 0.1 يعني 0.8 إذا كندير 8 في 1 ثم عندي فاصلة إذا نخطو نحو اليسار برقم 1 ونحصل على ناقص 0.8 ثم تولي عندي هنا جداء عددين لهما نفس الإشارة إذا إشارة زائد ثم جداء المسافتين 7 في 8 56 ولكن عندي هنا 0.8 غادي ندير واحد الرقم يسارا نخطو يسارا برقم 1 اذا نحصل 5.6 اذا كتلاحظوا نفس النتيجه دابا غادي نجمع ناقص 7 مع 0.1 اذا ناقص 7 في 0.1 غادي يعطيني ناقص 0.7 جداء عددين مختلفين الاشاره ناقص ثم جداء المسافتين 7 في 0.1 هو ناقص
0.7 في ناقص 8. إذا غادي يولي عندي هنا جدا عددين لهما نفس الإشارة هي زائد، ثم 7 × 8 56، وعندي هنا 0.7، إذا غادي نخطو بوحدة الرقم يسارا ونحصل على 5.6. إذا هنا كتلاحظوا نفس النتيجة تقريبا، هنا الجداءات مختلفة هنا من حيث الشكل، لكن من حيث النتيجة هنا متساويين. دونك هنا جمعت يعني حسبتهم بثلاثة ديال الطرق مختلفة. إذا باش كنبين بأن الضرب هي عملية تجميعية، بمعنى أننا إلى يعني تغيير الترتيب لا يؤثر على طبيعة الجداء. الآن غادي نمشيو كما كتلاحظوا هنا، غادي نحددوا الإشارة، تحديد إشارة هذا الجدء، تحديد إشارة، حدد إشارات إشارة كل جداء مما يلي. إذا شنو الإشارة ديال هذا الجداء؟ إذا كتلاحظوا هنا ناقص في ناقص، صافي، زائد زائد في ناقص، ناقص ناقص في ناقص، زائد زائد في ناقص، ناقص ناقص في زائد، ناقص، عفوا، هنا ناقص في ناقص، زائد، عفوا، زائد في زائد، زائد، هنا ناقص 8 يعني سالب في موجب سالب، سالب في سالب موجب، موجب في موجب موجب، طبعا هنا في صفر غادي يعطينا صفر، وبالتالي النتيجة غادي تكون موجبة. هنا نهضرو على الإشارة، أتونسيون، نفس الشيء هنا، وهنا خارج عددين غادي نحولوه، من غادي نحسبو الخارج غادي يتحول لجدين، هناك علاقة جدلية بين القسمة والضرب، إذا ما يمكنناش نهضرو على القسمة بدون الحديث عن الضرب، وبالتالي هنا خارج، يعني الجدا الأول في المقلوب الثاني غادي يعطينا أعداد سالب، سالب عاود نضربو هذا في المقلوب ديالو غادي يعطينا سالب في موجب، غادي يعطيني سالب. هنا سالب غادي يضرب في المقلوب سالب في موجب غادي يعطيني سالب، سالب في سالب موجب. إذا هنا واحد الملاحظة غادي نشوفو هنا عدد الإشارات السالبة، إذا هنا كاين 2 وهنا كاين 3 وهنا كاين 2 هنا كاين 1 وهنا كاين 2. إذا ملي كنشوفو هنا، شوفو ملي كيكون زوجي عدد الإشارات، ملي يكون عدد زوجي شنو غادي يكون؟ كيكون زائد. إذا بمعنى إذا كان عندنا واحد الجداء يتكون من عدة عوامل سالبة، إذا كان هذا العدد العوامل هو عدد زوجي فالإشارة كتكون حتما موجبة. نشوفو ملي كيكون سالب شنو عندنا؟ إذا هنا كتلاحظو 3 فرضي وهنا 1 عدد فرضي. إذا ملي كيكون عندي عوامل متكونة من عوامل عدة عوامل ويكون عدد العوامل السالبة عددا فرضيا، فإشارة الجداء كتكون حتما سالبة. إذا هذا البارح قلناها في الإشارات، اليوم نعاودو نكرروها. إذا زائد مع ناقص غادي يعطيني ناقص، ناقص زائد ناقص، ناقص مع ناقص زائد، وزائد مع زائد زائد، وهذه كتسمى قواعد ديال الإشارات، وكيلقبوها الآخر الفرنسيين بلاريكل ديال لاريكل دي زامي، كيقولك لي زامي ديال لي زينمي ديالي هما دي زينمي، لي زينمي ديال لي زامي ديالي سون دي زينمي، لي زينمي ديال لي زينمي ديالي سون دي زامي ديالي، ولي زامي ديال لي زامي راهم دي زامي. دونك غادي نحاول نطبق هاد الإشارات هنا، إذا كتلاحظوا هنا واحد البلعة ديال الإشارات، ناقص 2 ناقص ناقص 3 زائد ناقص 5 ناقص 7، إذا هنا ملي كيشوف التلميذ ديال التأهيلي وحتى في الإعدادي وحتى في التأهيلي كاين هاد الحالات، كيتخلعوا من هاد الإشارات هذه، في حين أن إلا كنت متمكن من ملم بالقواعد ديال الإشارات وتقنية الحساب ما عندش مشكل. إذا غادي نبداو نوظفوا هاد العملية هنايا، هاد
قاعدة هنا باش نحسب بأسرع وقت ممكن. إذا ناقص 2 غادي يعطيني ناقص 2، ناقص مع ناقص غادي يعطيني زائد، هتولي زائد 3، زائد مع ناقص غادي يعطيني ناقص، ناقص 5، هنا عندي ناقص 7.1، إذا غير قاعدة. بون، إما يمكن لي نجري العملية في هذا الترتيب الذي وضعت فيه، وإما نجمع الأعداد السالبة من جهة والموجبة من جهة. إذا ما عنديش مشكل، إذا جمعت هذا مع هذا، ناقص 2 زائد 3. إذا كما قلت لكم البارح، عدد سالب متبوع بعلامة بعدد موجب. إذا كنشوفوا الإشارات العدد أو الحد بعد عن الصفر، شكون العدد بعد عن الصفر؟ هو 3، إذا موجب. ثم كندير الفرق، 3 ناقص 2 1، إذا هنا عطاتني 1. ممكن نحسب هذا، ناقص 5، نجمع عاود هذا، ناقص 5 ناقص 7.2. إذا هنا ناقص 5 متبوع بناقص 7، كما قلت لكم البارح بأن عملية الجمع هي مضمرة، إذا حيدناها، كانت عندنا هنا وحيدناها. ممكن نديرو زائد ناقص 7.1. إذا تفاديا لكثرة الإشارات، إذا ناقص 5 متبوع بناقص 7.2، يعني راه عندي هنا بحال اللي عندي عملية الجمع. إذا ناقص مجموع عددين سالبين هو عدد سالب، مجموع خسارتين هو خسارة. إذا ناقص 5 ناقص، ثم نجمع المسافتين 5.72.1، يعني غادي يعطيني 12.1 يساوي هنا عندي 1 ناقص 12.1. إذا بحال اللي عندي هنا عاود كذلك عملية ديال الجمع، عملية جمع وهي عملية مضمرة، يعني 1 متبوع بناقص 12.1، يعني الربح ديال 1 مليون، ثم خسرت ناقص 12.1 مليون. إذا أنا غادي نبقى خاسر ناقص ناقص، ثم ندير 12.1، يعني الأبعد نحيد منه الكبير نحيد منه الصغير. إذا 1 ناقص 0 1، ثم 2 ناقص 1 1، منساش الفاصلة، 2 ناقص 1 1، ثم 1 ناقص 0 1، إذا غادي تعطيني ناقص 11.1. داكوغ، إذا نعاودو، ناقص 2 زائد 3 غادي يعطيني 1، قلنا هنا مختلفين الإشارة، إشارة بعد الصفر، بعد الصفر هو 3، ثم كندير الفرق، ثم ناقص 5 ناقص 7.1، مجموع عددين سالبين هو عدد سالب، مجموع المسافتين 12.1، ثم النتيجة النهائية غادي يعطيني فرق أو مجموع، مجموع عدد موجب مع سالب. إذا الحاصل الإشارة إشارة العدد الأبعد عن الصفر اللي هو 12 ناقص 12.1، ثم كندير الفرق 12.1 نحيد منها 1 تعطيني 11.1. إذا نتمنى نكون توفقت في إنجاز. كثرة الحساب أو كثرة الممارسة هي اللي تخليك تكون قادر أنك تواجه أي مشكلة في الحساب، والابتعاد عن الآلة الحاسبة، لأن الآلة الحاسبة قلنا يجب أن نتركها للحساب المركب، مين كيكون عندي الحساب كثير بزاف. يلا هذه الحصة الثانية، الحصة الثالثة غادي عاد نخصوها دائما، اللي إن شاء الله غادي نخصوها للقصور والقوى، قواعد أو خصائص القوى. يلا تحياتي.